شجرة القات في اليمن، كلفتها الزراعية، تأثيرها الصحي، مردودها الاقتصادي، إهدارها للوقت الثمين، وغيرها الكثير الكثير تناولتها الصحف ووسائل الإعلام ونقاشات السياسيين في اليمن بل وخارج اليمن، إلا أنها ما زالت النبتة الأولى انتشاراً في البلاد. وإذا ما أردنا أن نتحدث بلغة الأرقام، فإن مشروعاً طرح في مجلس النواب اليمني للحد من زراعة القات يشير إلى أن اليمن يهدر أكثر من 20 مليون ساعة عمل في اليوم، و600 مليون ساعة عمل في الشهر، وأكثر من 7 مليار ساعة عمل في اليوم. إضافة إلى ذلك، فإن زراعة القات تستهلك كميات كبيرة من المياه الجوفية، في حين تعاني نسبة كبيرة من سكان القرى اليمنية شحاً مخيفاً في الحصول على المياه. تفضل هذه الفاتورة، والماء ما فيش ذا نقود دالة. شوف المبلاكر فقط 17506 ريال و50 فلس، تمام، وما فيش ماء، ما فيش ماء. ده انا قلت لك هذه سيارتي، هذا الحبه وربع سيارتي، واقصب الى داخلها يعني بالدباب، يعني الان على اخر اعمارنا. اما بالنسبه لتجار القات في اليمن فلا يبدو انهم معنيون كثيرا بهذه السلبيات، خصوصا وان زراعه القات في اليمن تدر دخلا اكثر بثلاثه اضعاف من اي نبته زراعيه اخرى، وتقطف ثمارها المدمره 3 إلى 4 مرات في العام، وللمحلل ان يتخيل نسبه الارباح المضاعفه لهؤلاء. هي إذن معضله اخرى وربما ام المعضلات في اليمن، والتخلص منها يتطلب جهودا حكوميه مكثفه وايجاد بديل لمن يجد فيها ملاذا امنا للهروب من واقع أليم.